اليوم مشاهدينا رح نتوقف عند موهبة مميزة إلى حضور خاص على على الساحة الدرامية، بصمة فنية واضحة للفنان علي الإبراهيم. يسعد صباحك. صباح رمضان كريم. يومي عاد عليكم بالخير والصحة والسلام يا رب. أهلا وسهلا فيك علي بأول مرة على شاشة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك. أكيد يعني هذا شرف كتير كبير إلي. خلينا نبدأ شوي، يمكن مثل العادة رمضان ودراما وماراثون 2017. أوكي. خلينا نبلش شوي، شو الأعمال السنة؟ السنة في شوق وحكم الهوى وغرابيب سود. خلينا نحكي عن مشاركتك بالبداية. شوق يعني هالعمل مهم على الصعيد يمكن درامي وعلى الصعيد الأعمال الدرامية اللي بتتناول يمكن الأزمة السورية، في إله خصوصية، في إله كان متابعة بشكل كتير كبير. خلينا نحكي عن خصوصية هيدا العمل وقديش فعلا نحنا من خلال هاي الأعمال الدرامية فعلا عم نقدر نلامس الواقع السوري في ظل ظروف الأزمة، في ظل ظروف الحرب اللي عم نعيشها. تمام. هلا العمل ككل، يعني هلا بدي أحكي أنا عنه وتجربتي مع المدام رشا شربجي. هي أول تجربة، أول شيء اللي مع المدام رشا، كتير انبسطت فيها. أكيد نوجه لها تحية. أكيد إلا رمضان كريم. المخرجة الكبيرة رشا شربجي. أكيد. والفكرة إنه هلا العمل يعني عم يحكي عن خليني أقول عن جزء كبير من الهم السوري يلي نحن هلا فيه. موضوع السبايا ما كتير حدا يعني حكى عنه بشكل سلس، كان يمر مرور الكرام كأنه نوع من الخوف. يمكن مر بالسينما أكثر. يعني السينما بس يعني عالجوا شوي الفنان الكبير أكيد المخرج مجدد أنزور. تمام. شوي بالسينما بس ما شفناه بالدراما. يعني هلا هي هون الفكرة، نحن يعني مقلين بالسينما بهي الفكرة. ليش؟ لأنه ما كتير عنا خليني أقول شباك تذاكر أو متابعين كتير للسينما، ودائما التلفزيون هو يعني له متابعين أكتر، ورمضان يعني صار هذا الطقس دائما موجود إنه الأعمال الدرامية خلاص تخصصت بس لرمضان. العمل يعني انشغل عليه مع اي ممثل، مع الجروب ككل انشغل بطريقه الوركشوب. يعني انا مثلا بدي احكي عن شخصيتي فهد، قبل ما نبلش تصوير اشتغلنا على تفاصيل كتير اللي هي فهد كيف بيلبس، شو طريقه كلامه، هدول الديتيلز التفاصيل الصغيره كلياتهم اشتغلنا عليهم. واكيد يعني كانت الفكره انه يكون العمل هو اكثر من 33 حلقه، كان ممكن 40 حلقه بس مثل ما قلنا لانه رمضان ماراثون رمضان تمام فلازم يكون انه هيك. هلا انا ما بدي طيل كثير يعني بالحديث عن شوق لانه لكن يستحق الكلام عنه، عمل مهم بهي السوية وبهي التعاطي، يستحق انه نحكي عنه لانه نحكي عنه بس انه الفكره يعني شوق، خليني انا خلي العالم هي تقيم شوق اكثر ما نحن نحكي عنه، لانه مشان ما نظلمه يعني ممكن انا هلا احكي بس ما احكي بكثير تفاصيل دقيقه عنه. يعني علي نحن هلا صرنا تقريبا ب 18 رمضان، يعني اكثر من نص الشهر تقريبا. كيف عم تسمع الاصداء؟ كيف عم تشوف الناس تعليقاتهم؟ شو اكثر شيء يمكن عم بيتابعوا؟ شو اكثر شيء حابينه؟ وخصوصا انه الدراما السوريه هي السنه كان في كثير جدال وشفنا وقفات فنيه من ممثلين مثل الفنانه شكرا مرتجى، انا مع الدراما السوريه وغيرها من المواقف. هلا كمتابعين للدراما ككل ولا بس حصرا شوق ولا ككل؟ هلا انظلمت السنه الدراما، انظلمت كثير. بتصور انا يعني احنا ما عم نتحارب بس بعارضنا سياسيا، احنا عم نتحارب بكل المجالات فكريا وثقافيا بكل شيء. هذا يعني للاسف نحن كلياتنا عم نعاني منه. وما تسوق كثير اعمال، يعني في تقريبا شي 7 أو 8 اعمال ما انباعت، والاغلب الاعمال اللي انباعت او تسوقت يلي هي للاعمال البيئه الشاميه. حسب السوق من سوق، خليني اقول يعني شو بينطلب منا، فنحن ممكن نستكتب كاتب او اي شيء. وقت اللي بيكون المال سوري سوري نحن بنتحكم باي شيء بدنا اياه. يعني للاسف الشديد انه نحن عم نكتب مثل ما هن بدهم احيانا، مو ككل يعني، بس نحن مشان ما نظلم الاشخاص الثانيين. نحن ما عم نعمم بس هي حاله عم نحكي عنها. حاله اكيد. والفكره ما بعرف يعني، بتمنى انه ان شاء الله نستدرك القصص ونوقف عندها ويعني نلاقي حل. ما بعرف شو هو الحل، هو هيك يعني بين قوسين
مجرد اقتراح بس. أكيد علي، يعني الحديث بيطول معك. نحن مثل ما قلت بهذا الوقت نحن وقت حرب على بلدنا.